السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد جمال وحلقة جديدة من حلقات قناة إنجليش لود. من خلال حلقتنا النهاردة هنتكلم عن مجموعة من أهم الاختصارات اللي ممكن نقابلها داخل اللغة الإنجليزية، وهنحاول نفسر تلك الاختصارات ونوضح المعاني الخاصة بهم وكذلك الاستخدام الأمثل لكل اختصار منهم. ولكن في البداية عاوزين نعرف يا ترى ما هي الكلمات التي تقابل كلمة اختصار داخل اللغة الإنجليزية؟ هيكون عندنا ثلاثة من أهم تلك الكلمات. أول كلمة عندنا هي كلمة acronyms. الكلمة الثانية abbreviations. والكلمة الأخيرة هتكون contractions. خلونا نكمل بعد الفاصل ونتعرف عن تلك الاختصارات. Welcome back. ودلوقتي هنبدأ نناقش أهم اختصارات اللغة الإنجليزية، أو أهم الاختصارات اللي ممكن نقابلها داخل اللغة الإنجليزية وكيفية التعامل معها على النحو الأمثل. أول اختصار معنا النهاردة هو الاختصار المكون من ثلاثة أحرف var. V-A-R. V-A-R. وطبعا الاختصار ده يعبر عن الخاصية المستحدثة التي تم استخدامها في نهايات كأس العالم الأخيرة بروسيا. طيب الخاصية دي تشير إلى المعنى الآتي: Video Assistant Referee، يعني خاصية حكم الفيديو. يعني الخاصية دي بيتم اللجوء إليها طبعا في حالة تعارض الآراء في احتساب ركلة أو خطأ معين. أما الاختصار الثاني عندنا النهاردة هو الاختصار المكون من ثلاثة أحرف that والتي تشير إلى value added tax، يعني ضريبة القيمة المضافة. والاختصار الثالث معايا بعد كده هو تلك الاختصار المكون من ثلاثة أحرف ATM والتي تشير إلى Automated Teller Machine، يعني الصراف الآلي أو خاصية الصراف الآلي. وطبعا هي تلك الماكينات اللي منتشرة في كل مكان في العالم وبيتم التعامل معها من خلال السحب أو الإيداع النقدي. والاختصار رقم 4 هيكون تلك الاختصار المكون من حرفين VS والذي يعني versus ضد او عكس او مقابل. ودلوقتي عندي اختصارين بنقابلهم بشكل دائم داخل المقالات الأكاديمية. الاختصار الاول AG والاختصار الثاني IE. الاختصار AG يشير الى examply gratia، وطبعا هي عبارة عن Latin words، يعني كلمات لاتينية. طيب ما الذي يقابلها داخل اللغة الإنجليزية؟ يقابلها داخل اللغة الإنجليزية كلمة for example، يعني مثال. أما الاختصار الثاني المكون من IE والذي يشير إلى aid east، برضو هي عبارة عن Latin words، كلمات لاتينية، والذي يقابلها داخل اللغة الإنجليزية كلمة that is. أما الاختصار التالي هو تلك الاختصار المكون من حرفين WC وهو اختصار لكلمة water closet، يعني دورة المياه. والاختصارين التاليين برضو اختصارين لهم علاقة او ترابط ببعضهم البعض: PM and AM. PM والتي تعني post meridian، والاختصار التالي AM anti meridian، وطبعا هي التوقيتات المرتبطة بالتوقيت الصباحي والتوقيت المسائي. لو قلت anti معناها قبل، كلمة meridian تعني الظهيرة طبعا. وفي النهاية كل تلك الكلمات برضو مشتقة من Latin words، يعني كلمات لاتينية. وعندي اختصار مكون من حرفين HR أو HRM، هما اختصار واحد في النهاية ما فيش أي مشكلة بينهم. HR HRM. HR والتي تعني human resources،
HRM والتي تعني Human Resources Management. وفي النهاية هو المعنى واحد وتعني طبعا المصادر أو الموارد البشرية، وهو بيكون قسم موجود داخل أي شركة أو أي مؤسسة ليه علاقة بنظرية التوظيف والوظائف الملحقة بكل فرد وبكل قسم وتقسيم الوظائف على تلك الأقسام، طبعا كل حسب تخصصه. في نهاية الحلقة نتمنى نكون ناقشنا مجموعة من أهم اختصارات اللغة الإنجليزية وعرفنا المعاني الخاصة بهم وكيفية استخدامهم على النحو الأمثل.